واحد اثنين ثلاثة مساء الخير احنا برضه هو الرقصة داخلة يا طالب بديتي بايت بيك يا راجل اشمعنى عايز ايه؟ عايز ايه؟ اقصد ان انا مرح فعلا صح طب ده العصف العصا يا كسكليا اخيرا جالكم المقدم صلاح شاوي عمليه مش عاديه هنهرب كفته تخد على اخوانا علي يا اهل مصر يا ناس مرسي كان واقف في النص في تاتش هطل شويه مش كده والنبي ده من الشعر السياسي طب والله ما هي نكته انت من اكفى بقى دعوني أن تقف من المباحث الست مرجانة وإيه اللي في حياتنا ما يفورش الدم يا حورية المية الكهرباء السكن العيش والعيشة واللي عايشينها